رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بس ما رجعتلكوش بقى لوحدي، معايا سحر سمير. ازيك يا سحر؟ الله يخليكي يا شيخ. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. سحر جايبه لي هديه حلوه جدا بجد، عجباني قوي، تسلم ايدك والله، بجد اتبسطت بيها جدا جدا جدا، شكله حلو والشيف يعني اكتر حاجه انا بحبها، حاجات المطبخ والشيفات والحاجات دي، حلو جدا، تسلم ايدك يا سحر بجد. لا بجد والله ده حاجه كده بسيطه يعني. لا يا حبيبتي تسلم ايدك، فعلا مبسوطه بيها جدا بجد. وانا مبسوطه اكتر ان انا شفت حضرتك حبيبتي. حبيبتي بصي يا سحر بقى، انت بعتلنا على الصفحه طبعا، اولا عشان يعني اكيد انتوا بتشوفوا التطبيقات كل يوم سبت، سحر بتبقى مكتسحه بصراحه التطبيقات، يعني لازم بيبقى عندها كده 4-5 تطبيقات كده من الاسبوع عاملاها، من الوصفات بتاعتنا اللي احنا بنعملها، فبجد يعني بتبسطني جدا. في وصفات بروح بلاقيها بعتاها، يعني بروح من الهوا مثلا الاقيها بعد ساعتين وقفت عملتها، يعني صح؟ صح. يعني بيحصل كتير مشلتت عملتيه في نفس اليوم؟ اه كان سهل جدا يعني، متوفر مكوناتي في البيت فعملته على طول. حلو قوي. السندوتشات كمان بتاعت المدرسه المحشيه بعتت لي نفس اللون نفس اليوم ولا ايه؟ صح كده؟ قبليها كانت. ايوه صح. حلو قوي، تسلم ايدك. قولي كنت عايزه النهارده اتعلمي شوربه السي فود، صح كده؟ تمام. طيب تقولي لنا المكونات، قولي لنا المكونات. شوربه السي فود مكوناتها هتنزل على الشاشه. سي فود مشكل كابوريا وجمبري وسمك وجندفلي وكرفس وجزر وزيت وبصل مفروم وخمس فصوص ثوم مفرومين ناعم وربع كوبايه كريمه ونص كوبايه كريمه نص كوبايه كريمه واتنين كوب مرقه سمك او خضار. تمام حلو قوي، نقراهم مره كمان. عندي سي فود مشكل كابوريا وجمبري وسمك وجندفلي، دلوقتي بقى في كمان في السوبر ماركت سي فود مشكل بيتباع بالكيلو. تمام. وعندي كرفس وعندي جزر وعندي كمان زيت وعندي بصلايه مفرومه وخمس فصوص ثوم مفرومين ونص كوبايه كريمه وكوبايتين مرق سمك او خضار. تمام. اول حاجه بقى هنعملها، الحل عندنا اهي، هنحط شويه زيت كده. ياسر احط لك دي هناك، احط لك دي هنا عشان تبقى شايف. ايوه شويه زيت. بعد كده هنحط البصلايه، نجيب البصلايه بقى هتلاقيها هناك عندك اهو على مهلك خالص. ايوه ده انا عايزه بقى اشوف الشطاره، ده انا بشوف تطبيقات قد كده تقليب بقى وجو كده. هقرب لك انا الحاجه، البصلايه والتومه تمام، هحط الجزر كمان معاهم تشويحه وايه ده والكرفس قول لنا بقى حطينا ايه كده تاني؟ حطينا زيت وبصل وثوم وجزر وكرفس. طيب تمام، كرفس بقى بلدي او مستورد؟ اللي عندنا ده بلدي. مش تمام قلبي دي تقليبه كده، عايزه تشويحه كده حلوه، اي يعني تدعم لي كانك في المطبخ. قولي لي ايه اكتر الاكلات اللي كنتي مستصعبه جدا تعمليها ولقيتي نفسك تعمليها حلو؟ كنت مستصعبه، كنت في الاول في مكان البوريك كنت بعمل المعجنات اللي هي عادي، فلما قلت البوريك هيطلع صعب معايا بس طلع سهل جدا يعني. البوريك اللي هو الافران اللي عملناه ده. انت مش شرقيه اصلا يا سحر؟ يعني بتعملوا بقى الفطير اصلا يعني العجل عندكم حلو؟ بيتعمل عندنا. بس انت جايه النهارده من الشرقيه؟ جايه المشوار ده كله منين بقى من الشرقيه قولي لنا؟ من الحسنيه. منين؟ الحسنيه. احسن ناس، احسن ناس يا حبيبتي. الله يخليك يا شيف. وايه طيب قولي لنا، اكيد بقى حصل حوادث في المطبخ، اكله باظت منك، اكله اتحرقت، يعني اكيد حصل حاجه كده ولا ما فيش حاجه حصلت؟ لا اكيد. ايه اكتر اكله مشهوره بيها بوظتيها مثلا؟ ايه اكتر الحاجات اللي عملتيها وحسيتي ليه ما ظبطتش معاكي او اخدت وقت؟ اولا كان لما جيت اعمل الفطير اول مره انا كده من غير ما كنت اشوفه فباظ مني، مش عارفه اعمله او مش عرفت الطريقه ازاي. فما شفت حضرتك بقى عملته، بس عملته اللي هو على مراحل اللي هو عشان الرخام ما فيش مكان. فعملتيه كذا واحده يعني جوه بعض صح؟ طب اشرحي لنا عملناه ازاي، عشان لو حد عندك برضو، لو حد برضو المكان عنده برضو مش كبير زي عندك برضو، رخامة مش كبيرة مثلا، اشرحي لنا كده عملتيه ازاي. نجيب كيلو دقيق تمام ونعجنه، ونحط عليه ملح الملح والمية تمام، ونعجنه ونسيبه يرتاح شوية زي تمام. ما حضرتك شرحتي في المرة التانية.
وبعدين نشكله ونحطه على صينيه فيها زيت. تمام. ونركنه على جنب يرتاح كمان. وبعدين نجيبه اللي هو قطعته الصغير. قطعتي بقى دوائر صغيره عشان تحطيهم جوه بعض صح؟ اه فردت بالزيت وقفلته وطبقتي بسمنه. اه وحطيته بقى في اللي هي في الصينيه كده حطيته في الفرن طبقته فوق بعض. كل ما طبقتي واحده حطيتيها جوه واحده ثانيه بتفرديها؟ لا حطيت كده وحطيت قفلت بيه في الاخر يعني اللي هو بحس ان طلعت الفطيره زي ما انت أيوة حضرتك أيوة. شفتيها. يعني عملتي كذا واحدة وبعدين حطيتيهم جوه بعض وفي الآخر فردتي الفطيرة صح؟ اه فردتهم على بعض وحطيتهم في ال حلو قوي حلو جدا. تحس ان هي تبقى ايه عشان الرخام صغير. ايوه صح. معانا آلاء تليفون يدينا تقليبة كده. الو. ايوه ازيك يا آلاء؟ الو. ايوه ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ أيوة. الحمد لله. اتفضلي يا جميلة اتفضلي انا معاكي اهو. الحمد لله. اتفضلي يا جميله معاكي. طريقه الشاورما بس معلش. حاضر هنزل لك حاضر طريقتها. ممكن ننزل طريقه الشاورما المقادير بتاعتها. هسخن بس المرقه. انا هنا عندي مرقه خضار او مرقه سمك اي مرقه متوفره عندي برضو يا سحر نقدر ان احنا نشتغل فيها. عايزه بصي تشويح مستمر ان احنا نشوح. هنحط رشه فلفل اسود. قولي لنا كده تاني عملنا ايه؟ حطينا زيت والبصل والثوم والجزر والكرفس. تمام. يتشوحوا شويه مع بعض وبعدين حطينا عليهم الاسماك المشكل يعني. الاسماك المشكل يبقى زيت وبصلايه. زيت وبصل وثوم وجزر والجزر والكرفس. تمام. والاسماك المشكل. تمام. وملح وفلفل اسود. وملح وفلفل اسود. طيب وانا بسخن لك المرقه بتاعه الخضار. تمام. اهي ممكن نسخنها شويه كمان تبقى مغليه اكتر عشان ما تاخدش معانا وقت. احنا عندنا هنا عندنا نص كوبايه كريمه. لو ما عنديش كريمه تمام استبدلها بايه؟ هستبدلها هجيب لبن كوبايه لبن. كوبايه لبن هدوب فيها معلقه دقيق. زي البشاميل. زي البشاميل بس يعني على خفيف شويه تبقى خفيفه. يعني في ناس مثلا ما بيبقاش طول الوقت عندها كريمه فنقدر ان احنا نستبدلها بان احنا برضو نحط معلقه دقيق على كوبايه لبن شبيه للبشاميل. بالظبط كده ندوبها على البارد حتى كده نتقل بيها الشوربه بتاعتنا. تمام. تمام. وممكن برضو نعملها بطريقه تانية نحمرها برضو مع شويه زبده يعني معلقه الدقيق نحمرها مع شويه الزبده ونحط كوبايه اللبن. تمام. ونضيف بقى عليها ونضيفها للشوربه. بالظبط كده. تمام. يبقى انا حطيت الزيت والبصل والثوم والجزر والكرفس. ايوه والسمك المشكل. بالظبط كده خليتهم يمشوا مع بعض تشويحه. والملح والفلفل. الملح والفلفل. تمام. دلوقتي هحط له بقى المرقه. هدي لها تقليبه بس اطلع المرقه اللي من تحت دي. تمام. واسيبها تغلي كده يا دوب غلوه مش هتاخد اكتر من كده لان هي السمك ما بياخدش وقت خالص في الغلي. والكريمه هحطها اخر مرحله في الاخر عشان بالظبط كده عشان ما يعني ما تفضلش تغلي معايا وقت كبير. وبرده لو هعمل بالدقيق واللبن هسيبها برده في اخر مرحله يسوي يعني مش هبدا بيها من الاول عشان ما تقعدش تغلي وتتقل تتغلي وتتقل وهتلاقي في الاخر طعمها مش لطيف. وبالنسبه للفراخ المشويه انا عملت اخر طريقه انت عملتيها وكانت كويسه جدا يعني وعجبت الجماعه في البيت اللي هي الاسبوع اللي فات اللي عملناها الاسبوع اللي فات كانت كويسه جدا يعني. ايوه صح انت بعتي لي اللي هي اللي بتعملها بالليمون كانت طريقه مختلفه شويه اللي هي اخر مره اللي هي بالمشويه. ايوه المشويه اللي كنت عاملاها بالصلصه صح كده كانت حلوه جدا يعني. هنعرض التطبيق ده مره خالص وحلوه جدا. هنعرض التطبيق ده ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. ماشي مقادير الشاورما معانا ممكن نجاوب عليها. عندي نص كيلو صدور مع اوراك هخلط الاثنين مع بعض عشان الوراك بيبقى فيها شويه دهون. وعندي متقطعه كده شاورما وعندي كوبايه زبادي هحط عليهم معلقتين عصير ليمون معلقه كبيره خل اثنين معلقه كبيره زيت ومعلقه كبيره من الكزبره والبابريكا والقرفه والفلفل الاسود والثوم المفروم والحبهان المطحون والنعناع الجاف. النعناع الجاف بيديني طعم حلو قوي في الشاورما. تمام هخلط كل ده مع بعض وبعدين هتبل الفراخ بتاعتي بنفس التتبيله دي وبعد كده هقوم حطاها في طاسه سخنه هحط برده معلقه زيت او معلقتين زيت
واحاول تسخن جدا الطاسه عشان مش عايزه الفراخ عندي تنزل ميه. هقوم فرشه كده الفراخ عندي ما تبقاش فوق بعض عشان ما تنزلش ميتها. وبعدين بقى ممكن اقطع بصل جوليان، ممكن اقطع طماطم، ممكن اقطع فلفل، اكون حطاهم كده في الاخر مع الشاورما لو حبيت، او استعمله او اكلها كده من غير خضار. تمام، السمكه اهو طلع معانا. تمام اهو ده شكله اهو كده حلو جدا ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديك يا شيف. عايزه يلا التطبيقات بقى. ماشي، ما يعني ما اقولكيش مستنيه التطبيقات بقى. بصي هي بتغلي خلاص. أيوة. الدنيا. لا شوف العينه لا شوف العينه ليه اهو. اه لا على السمك ماشي، لكن كده شوربه السي فود لا خلاص. تمام ماشي، سهله جدا، هي ما فيهاش اي حاجه. تمام، عنديش زي ما قلت لك البصلايه مع الثوم، البصل والثوم والجزر والكرفس والسمك مشكل بالظبط كده، ملح وفلفل. تمام، وشوربه بتاعت سمك او خضار. خضار اللي ممكن نعملها مكعب الخضار ده، او لو عندي في ناس بيبقى عندها شوربه السمك بيتباع كمان دلوقتي زي المرق بتاع اللحمه والفراخ، بس مش بيبقى متوفر قوي، فممكن نستبدله بمرق خضار. تمام، والكريمه لو ما عنديش كريمه. لو ما عنديش كريمه يبقى دي ولبن زي البشاميل بالظبط كده، اتقل شويه بيها بمعلقه دقيق عليها كوبايه لبن، وبرضو استبدلها مكان الكريمه. بصي هي يا دوب غلوه واحده مش اكتر من كده. تمام تمام، وابدا احط الكريمه بتاعتي. هي اصلا خلاص يعني مش هتاخد سوا خالص، سيب دول بس زين بيهم في الاخر. طب لو انا مش عايزه اخليهم وايت صوص خلاص مش هحط الكريمه خالص. خالص يعني ممكن في ناس بتحبها كده من بالظبط. تمام، ما تغير صوص ابيض، تبقى عايزاها عادي شوربه عاديه. تغرفي لنا الشوربه ولا اغرفها؟ براحتك. طب خدي اهو، تعالي اهو هقربها لك. تمام، ايوه كله كده مع بعض. طريقتها سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، والسمك برضو طريقته سهله قوي. نعمله مع شويه رز صياديه كده زي ما قلنا طريقته، شويه طحينه، الاكله حلوه وبسيطه، وعملنا سفره حلوه قوي من السي فود البسيط جدا. والسي فود المشكل ده زي ما قلت لكم يعني مش شرط تروحوا تشتروا جمبري وكابوريا وكاليماري، هو دلوقتي فيه عند بتاع السمك بيبيع بكيلو كده مثلا فواكه مشكله او سي فود مشكل، فواكه بحر مشكله، بيبقى فيها شويه كابوريا على شويه جمبري على شويه جندفلي على شويه راس جمبري، يعني بيبقى فيها كده تشكيله كده على شويه على حتت سمك. كل الكلام ده بيبقى موجود بيتباع بالكيلو، بيبقى سعره مناسب يعني مش عارفه بيبقى 60 جنيه كيلو او حاجه كده، فتقدروا برضو اللي انتوا تعملوا بيها، مش شرط يعني ايه مش شرط تجيبوا تسلم ايدك كده صح، مش شرط تجيبوا كابوريا وجمبري وكل حاجه على حده كده، لا ممكن نعمل الموضوع ده. اهي شايفين عامله ازاي، شكلها في منتهى الجمال اهو. نحط بقى مثلا ممكن معاها عصير ليمون، نقدم معاها عصير ليمون برضو، عصير الليمون بتبقى حلوه جدا معاها سحر. تمام اهي، وبقى عندنا طبق شوربه منتهى الجمال بالشكل ده كده، نقدمه بقى مع عصير ليمون مع الكلام ده كله. تمام، واضح ننضف بس مكانها كده مكاننا. انت مكسوفه يا سحر، مش عارفه ليه مكسوفه. كده هنا ولا قدام كده؟ ماشي اوكي، هرجع لك دول كده ورا اقسر. تمام، عايزين بقى نقول عملنا ايه النهارده سحر تاني. عملنا مع بعض السمك بالكزبره وبصلصه الطماطم كده حلو جدا، هشرحه دلوقتي عملناه ازاي. جبنا السمك الفيليه عشان برضو انت ما حضرتيش الوصفه دي، كنت بره ما اتفرجتيش علينا. السمك الفيليه هحط له كزبره، وهحط له كزبره مفرومه خضراء، وهحط له بشر ليمون وملح وفلفل وزيت زيتون او زيت ذره المتوفر عندي. خلاص، وبعد كده
هقوم حاطه جايبه طاسه وحاطه فيها معلقه زيت واديله تشويحه كده بسيطه من الجنبين بالتتبيله بتاعته اللي هي الكزبره وبشر الليمون والملح والفلفل والكمون ده. تمام. بعد كده هعمل له صلصه بره، هحط شويه زيت، هحط شويه بصلايه، توميه يعني تومه مفرومه. تمام. واحط فلفل احمر رومي او حامي براحتنا لو حابين نخليها سبايسي او لا. وبعد كده حطينا الصلصه وحطينا عصير الليمون والملح والفلفل وشويه كمون وشويه ثوم بودره وسبناها تتسبك تسبيكه ودخلناها الفرن. تمام. اتشمعت تشميعه بسيطه كده، حطينا بقى الصلصه دي على السمك اللي احنا شوحناه في الطاسه. تمام. وبعد كده حطيناها في الفرن يا دوب اتشمعت 10 دقايق كده وطلعت. تمام. قولي لنا بقى انت، يعني انا كده قلت السمك ايه عملناه ازاي، قولي لنا انت الشوربه كده يلا عملناها ازاي وقدمناها ازاي. حطينا زيت في الحله ومعاه ثوم وبصل وجزر وكرفس. أيوة. شوحنا مع بعض شويه ونزلنا السمك المشكل. تمام. السمك المشكل زي ما قلنا الفواكه المشكله دي بتتباع بالظبط، يعني مش شرط كل حاجه على حده عشان ما تبقاش الموضوع مكلف معانا. تمام. تمام. وحطينا ملح وفلفل. أيوة. وشوربه سمك او شوربه خضار بالظبط كده، وسيبناهم يغلوا كام دقيقه غلوه كده. وحطينا الكريمه طب لو ما عنديش كريمه استبدلها بايه؟ بدقيق ولبن زي البشاميل بالظبط كده. يعني مش شرط يبقى عندي، لو مش عايزاها كمان وايت صوص، مش عايزة فيها الشوربة سوري وايت، عايزاها عادي شوربة طبيعية من غير ما نحط لها كريمة أو لبن أو دقيق، ممكن برضو مش شرط الكريمة. تمام. مش شرط خالص يعني. تمام. دي شوربة السيفود وعملنا معاها عصير فاكهة. وميرسي جدا يا سحر على الهدية الجميلة الفظيعة دي، بجد عجباني قوي قوي قوي، مش قادرة اقول لك عجباني قد ايه. وشرفتينا وجيتي من اخر الدنيا بجد. انا مبسوطة جدا ان انا شفت حضرتك وان انا جيت. شرف لينا والله بجد وجودك معانا حبيبتي. ربنا يخليكي يا شيف. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي لي.